نص كيلو من القمح، والقمح بنجيبه يتنقى ويتغسل كويس قوي قوي ويتنقع ساعة ولا اتنين، تمام. هنحتاج لتر ونص من الحليب، كوباية من السكر، علبة قشطة أو معلقتين كبار قشطة من وش اللبن، معلقة كبيرة من النشا، معلقة صغيرة من الفانيليا، وربع كيلو من الكنافة وتكون متفرزة، ربع كوباية من السمنة البلدي، ومعلقة صغيرة قرفة باودر، ومكسرات مجروشة، جوز هند، وزبيب. دي كده مقادير البليلة. طيب نقينا البليلة وغسلنا البليلة ونقعنا البليلة، تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. بعد ما ننقعها تمام هنصفيها ونحط لها مية ونغطيها بالمية كده حوالي 3 سنتي، يعني بارتفاع قد كده فوق البليلة، وحطها على النار علشان تغلي، تمام. وهسيبها تغلي حوالي 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، وانا مغطيها اطفي عليها واسيبها ساعة. بعد الساعة ايه اللي بيحصل؟ هنلاقي ان البليلة نفشت، فشرت، كبرت واستوت. تعالوا بينا نبص كده، يعني انا مش محتاجة احطها على النار طول الوقت، مجرد بس اسيبها على النار كده ربع ساعة مع نفسها تغلي، وبعدين اكون مغطياها واطفي عليها تماما واسيبها متغطية، ارجع لها تاني الاقيها بقت بالشكل ده اهو، شايفين مفشرة وخلاص استوت والدنيا تمام جدا. ارجع بقى ارجعها على النار تاني، تمام، احطها على النار تاني بقى كده، وابتدي اضيف لها شوية اضافات عشان بقى نشرب او ناكل بليلة حلوة قوي. فاحط لها حوالي ايه نص كيلو من اللبن بالشكل ده، احط لها حوالي كوباية السكر، واسيبها بقى ايه تغلي كده عشان تتشرب من اللبن والسكر. انا ما رميتش ميتها علشان ميتها مفيدة جدا، انا حطيت اللبن فوق المية بتاعتها اهو بالشكل ده. هسيبها بقى ايه تغلي كده شوية على نار هادية، تمام. هجيب بقى ايه شوية لبن صغيرين ادوب فيهم معلقة النشا اللي عندنا. طيب النشا لازمتها ايه؟ انا مش بعمل البليله المطبوخه اللي هي بتبقى عامله زي الرز بلبن، ده اللبن هنا هيبقى سايل، بس عشان ما يبقاش زي الميه بقوامه اللي هو ده، لا يبقى فيه كده الى حد ما سمك شويه، فعشان كده هنزود معلقه النشا تعمل لي ربط بسيط كده لقوام اللبن. فهحط معلقه النشا وابتدي اقلبها في اللبن البارد. انا مش هحطها دلوقتي، انا هحطها لما الخليط اللي على النار ده كده يغلي ويتظبط كده، هبتدي بقى اضيف معلقه النشا مع شويه اللبن اللي انا سبتهم باردين. تمام، تعالوا ناخد الفانيليا نحطها مع البليله على النار. احس بقى للبليله طاسه كده على النار علشان احمر لها شويه كنافة، بتبقى جميلة بناكلها في المحلات بره بتاعت البليلة بالكنافة كده، بتبقى تحفة قوي. فتعالوا ناخد ايه، ناخد السمنة، السمنة اهي، عشان كده قلت لكم محتاجين كنافة متفرزة. ليه متفرزة؟ علشان اقدر ان انا اكسرها بكل سهولة، ما تبقاش طويلة، ما تبقاش طرية قوي معايا وطويلة. نحط السمنة، حمر الشعريه اللي هتبقى من ضمن مكونات طبق البليله بتاعنا النهارده. حطينا سمنه وحطيت شويه كنافه وبدات ان انا احمرهم، تمام، لغايه ما ياخدوا لون ذهبي، او ان انا بقى احط عليها السمنه كده وادخلها الفرن تتحمص براحتها، بس عشان ما اولعش الفرن مخصوص فعلى الطاسه كده هتبقى اسهل، بس ايدي فيها بصفه مستمره. على طول علشان الشعريه او الكنافه معانا بتبقى رقيقه قوي فبتحمر قوام، فنلاحظ كده على طول على طول تقليب علشان ما تتحرقش مننا. خطوه اختياريه جدا، اللي حابب يحط كنافه تمام، اللي مش حابب مفيش مشكله خالص، بس هي بتدي طعم حلو قوي. وطالما غليت كده تعالوا بينا نحط لها بقى النشا بالميه،
وزي ما قلنا النشا هنا مش كتير، معلقه على الكميه دي كلها مش هتخلي القوام يبقى تقيل ولا حاجه، بس هتخليه كده الى حد ما تحس ان اللبن كده غني اكتر. بسم الله، ونكمل تقليب. والبليله بقت خطيره، القوام بتاعها زي ما انتم شايفين معايا كده، بصوا سايل اه بس فيه كده ايه تقل شويه، تمام حلو قوي كده. تعالوا بينا بقى نخلي الطعم احلى واحلى. عندك بقى معلقتين من القشطه بتاعت وش اللبن، حلو جدا. مفيش، هنحط علبه قشطه ونقلبها، دي هتدينا بقى طعم غني جدا جدا للبليله. بليلتنا النهارده يعني متكلفه بالشكل ده. سيح بقى خالص بالقشطه عشان نبتدي ان احنا نقدم مع بعض البليله الخطيره دي، زي اللي بناكلها كده في المحلات. في محلات اصلا مشهوره ومعروفه بالبليله وبس، اكيد في ناس كتير عارفه المحلات دي. القشطه بدات خلاص اهي تسيح تماما وتدخل مع المكونات كلها، فيبقى عندنا كده بليله غنيه ولذيذه قوي. زي الفل. يلا بينا بقى ايه نشيلها من على النار، هي كده غليت شويه كويسين جدا مع السكر مع الفانيليا، واتشربت من الفانيليا والسكر واللبن فبقت طعمها احلى واحلى. هناخدها بقى علشان نقدمها. عندنا جوز الهند وعندنا مكسرات وعندنا قرفه للوش كمان، ده طبعا كله اختياري، كل واحد يحط اللي هو عايزه. نحضر مغرفة وادي الاطباق بتاعتنا بتاعت التقديم. يلا بينا. القوام اكتر من روعة. ابتدي بقى ياخد كده، غرفنا تمام. عايزه تزودي زبيب يبقى حلو قوي لو حطيتيه يغلي مع البليله وهي على النار علشان يستوي وينفش معانا. اما المكسرات برضو بتفضل لغايه اخر حاجه تتحط على الوش عشان تفضل معانا مقرمشه وحلوه قوي. غرفنا. عندنا بقى الكنافه المتحمره اللي احنا حمرناها سوا، ابتدي بقى كده احطها على الوش. عايز اقول لكم ان الكنافه لسه سخنه جدا. حلو قوي زي الفل. حطينا الكنافه المحمره، عندنا بقى ايه، عندنا جوز الهند والمكسرات، هقلبهم على بعض ونحط بقى شويه كده. عايزين نضيف قرفه؟ تمام. مش عايزين مفيش مشكله، لان احنا عندنا اصلا من ضمن المكونات كان في فانيليا، فالقرفه دي بقى اختياريه اللي حابب يحط مفيش مشكله. بس كده وعملنا كده طبقين بقى بليله، يعني حاجه كده في منتهى الجمال بجد شكلا وموضوع.